عندما تحدث عن الاقتصاد يتبادر للذهن أول شيء مناخ الأعمال، الثروة، رأس المال. غير قال ما يفوت على الخبراء اللي مدعوين اليوم. عندنا التحديات الكبيرة لاقتصادنا الوطني هو تطوير اقتصاد قادر على أن يعود فيه ذلك الجانب الاجتماعي القوي اللي مازال يطلب مستوى الفقر في البلد، تطلب مستوى تأهيل يد العاملة الوطنية، يطلب ضرورة على الفئات الهشة والمغبونة، تعود التنمية الاقتصادية تفسح المجال على أنها تجبر المشاركة الضرورية والكافية في تنمية الاقتصاد الوطني، غير ترجع منه تجبر منه مولي العائد الله يمكنها على أنها تلتحق بالفئات الأخرى في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.